ببقى سعيدة جدا لما نكون بنتكلم على التعليم، وخاصة في المنطقة العربية كلما زاد عدد الجامعات، وكلما كان عدد الجامعات مش بس في ازدياد ولكن أيضا في مراتب عليا، وإنه يكون في توأمة ما بين هذه الجامعات والجامعات العالمية اللي ليها أيضا نقدر نقول رانكينج زي ما بيقول أو ريت أو يعني تصنيف عالمي معروف. في مصر الحقيقة جامعة حديثة جدا من ضمن التوسعات والتطوير اللي موجود في وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية جامعة الجلالة. وجامعة الجلالة الحقيقة موجودة في، خلينا نتعرف مع الرئيس الجامعة أو القائم بجامعة الجلالة دكتور محمد الشناوي اللي هيطلعنا على مكان الجامعة وهوية الجامعة وشكل الجامعة، وكمان نضيف إلى الجامعات المصرية المعروفة على مستوى العالم العربي والعالم جامعة جديدة وهي جامعة الجلالة. دكتور محمد الشناوي منورنا في بيت للكل. أهلا وسهلا بحضرتك ومرسي جدا على استضافة حضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يعني أنا بجد سعيدة، بحب جدا فكرة أن يكون عندنا جامعة جديدة، أجيال جديدة بتطلع، تعليم جديد بيدخل، توأمة مع جامعات عالمية. فكلمني أولا، خلينا نقول لكل مشاهدي بيت للكل دولنا العربية، علشان أكيد في يعني طلاب يعني في الدول دي انتهوا من الثانوية العامة في الأردن وفلسطين وفي العراق، خلينا وباقي دولنا العربية، خلينا نقول لهم موقع جامعة الجلالة وما هي التخصصات. هو فعلا حقيقة جامعة الجلالة دي كانت حلوة، وفخامة الرئيس كان قال أنا هوريكوا جامعة ما شفتوهاش قبل كده. الحمد لله إن إحنا بنفترض إن هذه هي جامعة الجلالة فعلا. جامعة الجلالة أنشئت بقرار الجمهوري 436 سنة 2020، وكانت حلم إن إحنا يكون عندنا جامعة بالحجم ده وبالتخصصات دي. جامعة الجلالة بتقع في مدينة الجلالة اللي هي على خليج السويس، أقل من ساعة من التجمع يعني في مصر، وفيها كل التخصصات. إحنا عندنا 14 كلية ب 37 برنامج. احنا بس ما بنتكلمش على مباني فخمة وعلى انفراستراكشر وبنية تحتية على اعلى مستوى وجامعة من الجيل الرابع، ولكن كمان بنتكلم على برامج جديدة موجودة. لما بصينا واحنا بنعملها كان قدامنا ثلاث حاجات: اولا ايه احتياجات السوق المحلي، والسوق الاقليمي كان مهم جدا، ودولنا العربية ايه الحاجات اللي احنا لازم نخرج فيها الطلبة، وايه التخصصات اللي احنا محتاجينها، والسوق العالمي. فلما بصينا على كده احنا عندنا 14 كلية، من كليات طب، علاج طبيعي، صيدلة، طب أسنان، العلوم التطبيقية الصحية، إلى جانب القطاع الهندسي كله، علوم الحاسب وكل اللي احنا شايفينه طبعا من التطور اللي بيحصل في العلوم الحاسب، الفنون، الميديا، الأرتس، كل ده موجود في جامعة الجلالة. بس كمان التخصصات في البرامج بقى، البرامج دي كانت حاجة مهمة جدا. فحيك هتلاقي عندنا البيج ديتا، الارتفيشال انتليجنس، البايوتكنولوجي، النانو تكنولوجي، الميجاترونكس، الحاجات دي كلها تخصصات ابتدينا نبقى محتاجينها. عشان كده كان مهم جدا بالنسبه لنا ان هذه البرامج تكون باديه. احنا ابتدينا من 2020 عندنا اكتر من 3000 طالب، وزي ما حضرتك قلتي عملنا واحده من الشراكات اللي كانت مهمه اللي هنتكلم عليها مع جامعه اريزونا اللي هي نمره واحد في الابتكار في الولايات المتحده، واحدة من أحسن 130 جامعة على مستوى العالم، ونمرة 2 على مستوى العالم في التنمية المستدامة. شيء مفرح أن يكون الخريطة، خريطة الجامعات المصرية، جامعة جديدة بتطور جديد وبأقسام جديدة وتخصص جديد. ده يخليني أرجع للثانوية العامة. الثانوية العامة وطلاب الثانوية العامة هذا العام أعتقد عندهم فرصة ذهبية، بالذات هذا الجيل، إنه وجود الجامعات الجديدة اللي موجودة بتخصصات جديدة بأيضا يعني تطوير، وإنها أيضا على اتصال بجامعات عالمية، هيخلي الناس تفكر في سوق العمل كمان الأول بشكل جديد. فإذا هنا الحاصل على المجموع عنده فرصة مش بس يبص على زي ما بنقول قديما كلية القمة، ولكن يبص ماذا يحتاج سوق العمل، وهيلاقي التخصص في جامعة الجلالة. ودي حقيقة وده اللي احنا عملناه في جامعة الجلالة. كان مهم عندي جدا الطالب اللي انا هخرجه ازاي. كان لازم اربطه اولا بسوق العمل، فمن دي زيرو هو اول ما بيخش الجامعة بشوف ايه احتياجات سوق العمل وايه المهارات اللي انا لازم انميها في الطالب بتاعي. عشان كده حيك هتلاقي مثلا طلبة الفنون على طول نازلين رايحين شارع المعز، الطلبة بتوع العمارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الطلبة بتوع اللوجيستكس رايحين يدرسوا في المكان المناسب ليهم، الإعلام بيبقى جاي لنا كمان، مش بس أن أنا بنزلهم سوق العمل، مين اللي بيدرس لهم؟ أنا عندي الأساتذة بتوعي اللي بيدرسوا اللي هم على أعلى مستوى، اللي جايين من الجامعات المصرية، في مصريين كانوا بيعملوا في الخارج ورجعوا لما لقوا
هذه الفرصة. التجارب والفرصة إلى جانب الدكاترة اللي جايين من كذا دولة. المندي عندي 15 أستاذ من جامعة هيروشيما بيدرسوا معي بقالهم سنتين. الحاجة كمان المهمة إن أنا يبقى عندي حاجة اسمها Professor of Practice. بمعنى أنا بس لما بدرس في إعلام أشوف حد من المذيعين المشهورين زي حضرتك يجي ويدرس كمان يحكم المشاريع بتاعة الولاد. كان لينا الشرف ان معالي وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور اللي لسه النهارده اول يوم ليه طبعا بعد بنبارك له جميعا كان من ضمن الناس اللي بيحكموا عندنا في كليه العماره. فده يبين ازاي ان احنا مهتمين جدا طبعًا بالحته دي. طبعا. طيب انا هرجع السؤال كده لحضرتك واعتبر نفسي وليه امر واقول طيب انا ليه ادخل ابني او بنتي جامعه الجلال؟ يعني ليه ما ادخلهاش مثلا جامعه من الجامعات؟ عندنا اسماء كبيره موجوده في مصر سواء الجامعات الاهليه يعني رسميه او الجامعات الخاصه. ايه اللي يخليني ابص واشوف جامعه الجلال؟ اولا عده اسباب. البرامج المختلفه، طريقه التدريس لان انا عندي بالساعات المعتمده، البرامج المختلفه اللي انا بقدمها اللي مرتبطه بسوق العمل. شراكتي مع جامعة أريزونا مدياني ميزة إن هم أنا مش بس شريك في البرامج اللي بتاخد شهادة من جلال أو شهادة من جامعة أريزونا، لا أنا اسمي powered by أريزونا ستيت. هو شريكي في البرامج، شريكي في الماركتينج بتاعي، الاستراتيجي بتاعتي، طريقة التدريس، تبادل مع الطلاب، تبادل أعضاء هيئة التدريس. جامعة الجلالة كمان داخلة في كونسورتيوم في حاليا 12 جامعة، في خلال 4 سنين هيبقى الكونسورتيوم ده فيه أكتر من 50 جامعة على مستوى العالم، تحالف في أكتر من 1,000,000 طالب. أقدر أعمل كل التبادل الطلابي ما بيني وما بين الجامعات على مستوى العالم. طريقة التدريس كمان عندي الانتراكتيف ليرنينج، خلاص بقى ما فيش اللي هو التدريس إن أنا قاعد وحد بيدي المحاضرة طبعا. لا بقى انتراكتيف ليرنينج. إلى جانب طبعا الدراسة دلوقتي والولاد دلوقتي مش مجرد إنك أنت بتدرس لهم، ايه الاكتيفيتيز اللي انت الانشطه اللي هتديها وهتعمله كامبس نفسه الكامبس لايف الحاجات دي كلها مهمه جدا. الجامعه نفسها ومعسكر الجامعه شكله بالظبط. انا عندي كل الاكتيفيتيز الحمد لله بقى لي سنتين، لكن عندي ابطال رياضيين، عندي رحلات طبعا بتعمل، عندي اكتيفيتيز، عندي حاجات ثقافيه. كل الحاجات دي بتطلع فعلا منتج ومخرج لسوق العمل، هو ده اللي احنا محتاجينه بالظبط. والجامعه قريبه من البحر يعني في الناس برضو يحسوا برضو بشيء مختلف طبعا. بالنسبة للإخوة العرب هل متاح إن هم بينضموا لجامعة الجلالة؟ دايما مصر لما بتعمل حاجة ما بتنساش الإخوة العرب في كل مكان، يعني دول من البيوريتيز بتاعتنا. فاحنا فعلا اتكلمنا مع إدارة الوافدين اللي موجودة في وزارة التعليم العالي واحنا بنرحب بيهم في أي وقت. مصر حضرتك من واحدة من أحسن 20 مكان على مستوى العالم according لليونسكو في استقطاب الطلبة الوافدين على مستوى العالم. احنا عندنا أكتر الحمد لله من 100,000 طالب وافد موجودين في مصر. وطبعا الوافد ده بيتعامل في مصر يعني زي المصريين بالظبط. على انها بيته طبعا. طب السعر قد ايه؟ هقول لحضرتك ان احنا بنتكلم في ربع المبلغ لو كان ولادنا المصريين او العرب سافروا بره وراحوا يدرسوا، ده تقريبا 20% كمان مش 25% من المبلغ لو سافروا بره. طيب انا دلوقتي طالب وخلصت يعني خدت سنوات التخصص طبقا للتخصص اللي هاخده، هل اقدر اعمل الماسترز او الماجستير بتاعتي في اريزونا ده الخطوة. على طول ويبقى شهادتي مش محتاج بقى ان انا اعمل معادله ومحتاج اعمل كل الشهادات؟ مفيش اي معادله، زي الماضي. انت حضرتك بتاخدي الشهاده بالظبط اللي هتاخديها من جامعه اريزونا، بتاخدي شهاده من اريزونا وشهاده من جامعه يعني الجلاله. يعني شهادتي النهائيه بعد 4 سنوات أو 5 طبقا للتخصص هي عليها جامعة الجلالة وأريزونا؟ لا، حضرتك بتاخدي شهادة أريزونا وتاخدي شهادة الجلالة، معاكي شهادتين الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض نفس الشهادة، لو حضرتك سافرتي أريزونا هتاخديها وشهادة الجلالة، وطبعا شهادة الجلالة دي معترف بيها في المجلس الأعلى للجامعات، وشهادة أريزونا دي معترف فيها في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أي لحظة حضرتك عايزة تنقلي من الجلالة تروحي أريزونا تقدري، عايزة تيجي من أريزونا تدرسي سمستر في الجلالة تقدري. يعني لو طالب مصري عايش في أمريكا في أريزونا يقدر يجي بلده ويكمل طبعًا في الجامعة هنا يبقى موجود في جامعة الجلالة. لا ده أنا هقول لحضرتك كمان كان عندي وفد من سفراء من أمريكا الجنوبية لما شافوا الجامعة وشافوا إحنا بنقدم إيه والبرامج وبالذات حاجة أريزونا دي، قال لك الله طب أنا بدل ما أسافر ما أروح جامعة الجلال. وفعلا إحنا في البروسيس دي إن إحنا نشتغل عليها. طبعا إنه هو يقعد ويبقى موجود في بلده يعني. دكتور محمد سؤال مهم جدا يعني بيطرحه سوق العمل، العالم تغير ومش بس في مصر أو في المنطقة العربية لكن كمان في العالم. الناس بقت بتبص على تخصصات بعينها أو
بيبصوا على سوق العمل شكله ايه. فاذا التعليم المهني بيعود بشكل جديد وبيعود لرونقه وبيعود لقوته. جامعة الجلالة ازاي بتدعم ده مع سوق العمل، وازاي بتقدر تقدم ده لطلبة لسه مش مقتنعين 100% بالتعليم المهني؟ ده حاجة مهمة جدا والدولة مهتمية بيها، وعلشان كده احنا في جامعة الجلالة عندنا في كلية مخصوص اسمها العلوم التطبيقية الصحية، وده تخصص من التخصصات اللي احنا عندنا نقص فيه مش بس في مصر او العالم العربي ولكن في العالم كله. في بعض التخصصات اللي احنا مركزين عليها في العلوم التطبيقية الصحية زي مثلا اللي بيشتغل مع الفني بتاع الاسنان، الفني بتاع المعامل، الفني بتاع الاشعة. التخصصات دي مطلوبة جدا ووضحت جدا يعني هاو احنا محتاجينها ازاي كتير جدا وقت الجائحة بتاعت الكوفيد. فاحنا مهتمين جدا بتعليمهم وبنعلمهم وبنربطهم بسوق العمل. ده من ناحية جامعة الجلالة. طب الدولة كمان عملت التخصص، ايه التخصص هنا اسمه ايه يعني التعليم المهني هنا بقى؟ هنا بقى بيتخرج فني، فني في متخصص مثلا في الأشعة، او فني تمام. متخصص في طب الأسنان، فني متخصص في المعامل. ودي 4 سنين أربع دراسة. سنين وبياخد البكالوريوس بتاعه وبيبقى متعلم على يعني فعلا طبعا. احسن تعليم واحنا محتاجين يعني اصل بتاع الاشعه ده شخص مهم جدا جدا. نيجي بقى على الناحيه الثانيه، الدوله عملت ايه؟ الحمد لله احنا من 2018 عملنا 3 جامعات تكنولوجيه، والسنه دي اضفنا 7 جامعات تكنولوجيه، يبقى انا عندي توتال اوف 10 جامعات تكنولوجيه هيشتغلوا السنه دي، بيشوفوا بقى ايه سوق العمل محتاجه وكل تخصص بنخرج فيه. الهدف ان شاء الله ان احنا في الفتره اللي جايه يبقى عندي 27 جامعه تكنولوجيه، جامعه تكنولوجيه في كل محافظه من المحافظات المصريه. وتقدر اذا ابناء المحافظه في مهن المحافظه على طول يبقى شايف انه في محافظته محتاج كذا فيدرس ده على طول. بالظبط، يعني محافظه دمياط هتلاقي حاجه الاساس طبعا احنا نركز عليه، في الغردقه السياحه والصيد يبقى نركز عليه، في الاقصر السياحه وهكذا. وابتدينا فعلا نشتغل، والبرامج اللي موجوده دي بتتواكب مع الاحتياجات بتاعه المحافظه بتاعتها. دايما بحلم لما كنت بقرا عن الفلبين، دايما بحلم ان احنا يبقى عندنا مشروع الممرضه زي الممرضه الفلبينيه اللي معروفه على مستوى العالم بان هي يعني من اشطر وامهر الممرضات لانهم اشتغلوا على هذا المشروع. تفتكر احنا في مصر ممكن يكون عندنا هذه المشاريع برضو لمهنيين ومحترفين وتبقى مصر بتصدر هذا المشروع للعالم؟ هيك انت جيتي على يعني مهنه انا اقدرها جدا لان انا استاذ جراحه. انا ممكن اعمل العمليه بتاعتي واسيب المريض مين اللي هيبص عليه؟ هو التمريض. عشان كده عندنا في جامعه الجلاله كليه التمريض دي من اهم الكليات اللي احنا مهتمين بيها جدا. بنحاول دلوقتي ان احنا الشراكه بتاعتنا بتاعت اريزونا ان الولاد عندنا في التمريض يتدربوا كمان تبع جامعه اريزونا ويرجعوا لنا متدربين في الجلاله وفي اريزونا، وكل الخبرات دي ترجع. الى جانب ان احنا عندنا المستشفى الجامعي اللي موجوده اكتر من 600 سرير في ان انا اطلع التمريض على اعلى مستوى وادي هذه المهنه قدرها. دي واحده من الاهتمامات اللي احنا مهتمين بيها لان مهنه التمريض على مستوى العالم كله فيها فعلا نقص شديد حقيقي. والتدريب بتاعهم مهم قوي حقيقي. في النهايه اعتقد انه التعليم المهني مش بس محتاج الجامعه، محتاج المجتمع. اللي انت شايفه من المجتمع يعني لو انت عندك الجامعة عندك تخصصات عندك الدراسة، لكن فاضل ان المجتمع كمان يمد ايده مع الجامعات. ده مهم جدا، واحنا بنقعد مع اولادنا وهم بيختاروا التخصص بتاعهم وهيشتغلوا ايه لازم نشوف احتياجات المجتمع وانا هشتغل في ايه وايه المهن اللي احنا فعلا محتاجينها. واي مهنة طالما بتؤدي الوظيفة بتاعتها لها كامل التقدير والاحترام مننا كلنا. دكتور محمد الحقيقة أنا تشرفنا بحضرتك وتشرفنا بأنه عندنا جامعة مصرية يعني بهذه التخصصات وهذه العالمية مع جامعة عالمية زي أريزونا، وإن شاء الله نتمنى أن احنا نبقى موجودين في حفلات تخرج كتيرة كبيت للكل وندعم ده كله. بشكرك شكرا جزيلا، وأكيد الناس النهاردة هيكونوا سعداء جدا بما شاهدوه من جامعة الجلالة. دكتور محمد الشناوي بشكر حضرتك، شرفتنا في بيت للكل. أنا اللي بشكر حضرتك على الاستضافة، وطبعا في أي وقت تقدروا تشرفونا في جامعة الجلالة عشان تشوفوها على أرض الواقع. أكيد، شكرا لحضرتك. سيحة.